السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نحط الابواب والشبابيك في قلب ملف الريفت بعد ما عملنا الهوايت وعملنا الاعمدة وعملنا الفلور. طيب انا دلوقتي عايز اغير الخلفية بتاعتي من الاسود للابيض. انا متعود اشتغل ابيض، مش عارف ليه المشروع دوت غيرتها كنوع من المعلومة ونسيت ده ارجعها. طيب في حاجة حابب انبه عليها، بعد ما اخلص شغل لازم تشيل الاوتوكاد. بعد ما تخلص الشغل خالص ومش محتاج حاجة من لوح الاوتوكاد وخلصت الريفت، هتقول له انبن ديليت، ومن انسيرت مانج لينك تتأكد ان كل لوح الاوتوكاد دول اتعمل لها ريموف. ممكن تعمل لها انلود لو انت في نص الشغل يعني. المهم الاوتوكاد بيبوظ الشغل، ف اتأكد ان انت لغيته تماما. قائمة مانج هتخش على بيرج، اول حاجة تعملها تشيك نان على اساس ما تلغيش حاجه بالغلط، وتشوف لوحه الاوتوكاد اللي انت لغيتها وتلغيها، تعمل لها بيرش تلغيها تمام. تمام. طيب برضو لوحه الاوتوكاد لو عملت سيلكت كده انت تقدر تتحكم في هتبقى في الفور جراوند ولا في الباك جراوند. تمام، احنا قلناها قبل كده بس برضو بننبه عليها. طيب دلوقتي انا هحط الباب، خلينا نروح لاركتكتشر، هقول له دور وهبدا اشوف انهي باب اللي انا هستخدمه هنا اهوت. طيب عايز انا اغير المعلومات بتاعته. لو انت جيت هنا المعلومات اللي هنا دي بتبقى انستنس، يعني ايه؟ يعني خاصه بالباب ده بس. يعني لو انا عندي باب تاني جنبيه مش هيتاثر. خليني اقول له مثلا كرييت سيميلر، وهقول له حط لي الباب ده هنا. تمام، خلي بالك انا ممكن احطه فوق او تحت زي ما انا عايز. طيب انا هحط فوق غلط. تمام، وده برضو هاجي هنا احطه في نفس المكان اهوت. لو انا حطيته غلط هتيجي هنا، ومن خلال الاسهم ديت تعكسه، ومن خلال الاسهم بتاعت الكيبورد تقدر تخليه في نفس المكان بتاعه. طيب لو انا عملت سيلكت دوت وغيرت اي معلومه هنا الاثنين تاني مش هتأثروا، بس لو دخلت ايديت طيب وغيرت هنا دول كلهم هيتغيروا، الثلاثه هيتغيروا في نفس الوقت. ليه؟ لان دي حاجه خاصه بالطيب. يعني كانك مثلا رحت قلت للراجل انا عايز 100 باب متر في مترين، فبيجي بنفس الماتيريال بنفس الخصائص بنفس اسم المصنع بنفس كل حاجه. طيب لو انت عايز تغير الارتفاع هنا مثلا 2 متر 20، عايز تخليه 2 متر 30، ما تغيرش من هنا، لازم الاول تيجي هنا تغير فوق الاسم. الاسم ده مش هيأثر في الشكل بتاعه، يعني هو نفس الراجل وسميته اسم تاني. يعني عندك شارع مثلا كان اسمه مثلا ثوره، سميته شارع مثلا الحريه، سميته شارع عباس العقاد، مش هيفرق الاسم، مش هيفرق. تمام، اهو 2 متر 30. اوكي طيب عايز بقى اغير الخصائص اللي جوه، هاجي هنا اقول له ده خليه 2 متر 30. يبقى الثلاث سلالم هيتغيروا في نفس الوقت، الثلاث ابواب هيتغيروا في نفس الوقت. اوكي هيتغيروا في نفس الوقت. طيب ده مظبوط ان المعلومات بتاعت الارتفاع والعرض بتاعت الابواب تبقى موجوده في الليد. طيب طب اقدر انا لسبب من الاسباب عايز اخليها بره، عامل سيلكت على الباب احنا عشان بس نعرف ازاي. تمام، هقول له ايديت فاميلي وادخل هنا في الفيو، اختار الفلور بلان، اختار الفلور لاين، واعمل سيلكت على الويتس دوت، واقول له ده خليه انستنس. اصبح البارامتر ده انستنس، ولو دخلت هنا هتلاقي قدامه كتب كلمه ديفولت. ده الديفولت ليه؟ لان هو ينفع يبقى فيه ارقام تانية مختلفه. الهاي لسه ما كتبش عليه. طب انا عشان اغير الهاي مش هقدر اغيره من هنا، لازم اخش فين؟ في الاليفيشن. تمام، تبدا تشوف الهاي موجود فين اهو، اعمل عليه انستنس، خش هتلاقيه كتب لك جنبها كلمه ديفولت. الديفولت دي معناها ان هو ينفع يبقى فيه كذا باب، كل باب ليه رقم مختلف. تمام اوكي، واقول له لود فاملي اند بروجكت، واختار المشروع اللي انا عايز احمل فيه، واقول له اوكي. بيقول لي عايز سيف. سيف دي معناها ايه؟ سيف في ملف بره، بره المشروع. بقول له نو. تمام، بيقول لي عايز تعمل ابديتد، بقول له اوكي. طيب خلينا نعمل سيلكت على الباب، هتلاقي الخاصيه بتاعت الهاي والويتس خرجوا بره، الهاي والويتس خرجوا بره بقوا موجودين بره. طيب انا اقول له كنترول زد، هعمل تراجع للعمليه ديت، خلاص بقوا موجودين هنا جوه في الايديت. طيب طيب تعال نشوف بقيه الابواب. طيب بفرض ان انا في باب انا ما لقيتوش، هاجي هنا من الاركتكشر واقول له دور، واروح قايل له لود فاميلي، واروح مدور على فاميلي اسمها باب، اخش مثلا في اللايبراري انجلش
وتقول له انا عايز دور، وتبدأ بقى تختار اي باب انت عايزه. تمام، مثلا جلاسز مثلا اهو، هتقول له اوبن، هيدخل معاك، هيقول لك كل المسات الموجوده، تقول له اوكي هيدخلها معاك. طيب نفترض الباب ده موجود في ملف اخر، في مشروع اخر، هعمل سيلكت عليه وابدا اشوف الاسم بتاعه اهوت، واقول له مثلا F2 عشان اغير اسم الفاميلي، واقول له دور لي. طيب لو انا عملت سيلكت على الباب دوت وقلت له كوبي، ورحت هناك وقلت له بيست، حمل لي الباب وحطيته اهوت هنا. بس الباب ده لما اتحمل بالتايب ده بس، ما جابليش بقية التايبات، فانا هعمل تراجع. تمام، لو قلت له دلوقتي اركتكتشر وقلت له دور، مش موجود. طيب هاجي هنا وهعمل سيلكت الباب ده واقول له اديس فاميلي، وبعد كده هحمله في المشروع. ما عملش حاجه خالص، مجرد بس ان انا قلت له اديس فاميلي ودخلت وحملته، اتحمل معايا اهوت وحطيته هنا. لما عملت عليه سيلكت جاب لي بكل الطلبات بتاعته، كل السايز بتاعه. طيب اقدر انا مش معايا اصلا الفاميلي دوت، في شويه مواقع كويسه تقدر تحمل منها الفاميلي، زي مثلا ريف سيتي، زي بيم ستور، زي بيم كوميونيتي، زي اركات، زي دوت بيم اوبجكت. كل اللي انت عليه ان انت هتعمل سيرش على الحاجه اللي انت عايزها، وتبدا تكتب التفاصيل اللي انت عايزها وتقول له سيرش، فبيبدا يجيب لك الاف الفاميلي اللي تقدر تحملها. تمام، ولو دخلت على الشركه اللي انت تشتري منها، مليون في المية هتلاقي مديك إمكانية إن أنت تحمل الفايل اللي أنت عايزه. كل اللي أنت تعمله إن يبقى لك حساب، هتلاقي داونلود تروح تحمل مجانا. تمام، بس لازم يكون عندك حساب. وريف سيتي برضه ده من المواقع كويسة جدا، لوج إن، تكتب الاسم والباسورد، أمر سليم وخمس نجوم، يروح فاتح لك الموقع، تبدأ تعمل سيرش مثلا على دور. تبدأ تقول له داونلود ناو، يروح محمل لك الملف. طبعا زي ما انت شايف حاجة فخمة كتير جدا. هتقول له افتح لي، اتوقع ان هو يقول لك هيعمل ابجريد من الاصدار اللي هو محمله للاصدار اللي شغال عليه. ابجريد بيقعد ثواني، شايف من 2009 ل 2021 ده ما تجري. هتقول له لود انت بروجكت، وتحمله في المشروع، هيتحمل معاك وتبدأ تشتغل بيه عادي زي ما انت عايز. انا هقول له تراجع، وهقول له انا عايز الغي الفاميلي ديت. ما تحطش فاميلي غير لو انت عايزها، لو في فاميلي حملتها ومش عايزها الغيها. تمام، طيب خلينا نحمل هنحط بقية الابواب، بس خلينا نبص على حاجة. ده لما عملت عليه سيلكت قال لي ان هو في ليفل البترول. طب لو انا جيت كده في الواجهه الشرقيه، تمام، وقلت له انا عايز الغي الليفل دوت بتاع البدروم، ايه اللي هيحصل؟ ديليت. قال لك ايه، خلي بالك انت لما تلغي ده في فيوهات هتلغي، وفي عناصر هتتلغي، الابواب والشبابيك والحاجات اللي هي مرتبطه بيها هتلغي. في كام عنصر؟ 166 عنصر، وسته فيو هيتلغوا، فنخلي بالنا. تمام، ممكن لما تيجي تلغي حاجه من الحاجات اللي فوق او حاجه مش مرتبطه بيها حاجه يعديها لك، انما هنا مش هيعديها لك، هيقول لك لا خلي بالك ان انت كده هتعمل مشكله كبيره. طيب لو انا جيت غيرت الاسم الفيو دوت، هيديني رساله يقول لي خلي بالك ان انت هتغير في الباقي. يعني مثلا عملت مثلا مسافه هنا، بيقول لك انت عايز تغير هنا ولا عايز تغير برضو هناك؟ طيب لو جيت اغير هنا مثلا الرصيف دي، مثلا خليتها، كان في فيلم اسمه الرصيف نمرة 5 تقريبا، مش فاكر، هيقول لك خلي بالك انت عايز تغير الاسم ده هنا ولا عايز تغير فيهم كلهم، فكله مرتبط بكله. طيب هنرجع للبدروم ونشوف لو في ابواب نقدر نعدلها او نضيفها. البدروم نادرا لما هتلاقي فيه شبابيك، يعني هيبقى شباك مثلا بين غرفة والغرفة او غرفة ومساحة. فلو شفت ابواب اهو الباب دوت اركتكتشر، وهتقول له دور، وهتبدأ تحط الباب. بلاش دور لدوت، خلينا نشوف الباب اللي احنا كنا شغالين فيه.
لو انت مش فاكر اسم الباب هتعمل سيلكت عليه كريت سيميلر. طيب انا عايز الغي الباب دور لي دوت لان احنا كنا جايبينه كمعلومه بس. تمام، هتقول له سيرش وتكتب له اسم الفاميلي دورلي وتقول له نكست. هتسمك دورلي تقريبا. تمام، بيقول لي هو موجود في الدورس. اقول له ماشي مفيش مشكله. هقول له انا عايز اعمل ايه، عايز اعمل له ديليت، اتلغى بدون مشاكل خالص. لو حاجه انت استخدمتها وقلت له عايز اعمل لها ديليت هيقول لك خلي بالك هتلغي العناصر دي من المشروع، فمش هيوافق ان هو يلغيها. تمام، طيب خليني دلوقتي اشوف الباب دوت عامل في حاجه. هو انا ممكن اتحكم في الباب دوت، قلنا نخليه انستنس. طيب ممكن اخلي ان انا اقدر اتحكم فيه من قلب اللوحه نفسها. دي موجوده في بعض البرامج غير الريفت، ونقدر نضيف الخاصيه دي. يعني خلينا نجي هنا من الفيوز فلور بلان اهو، ايه اللي بتحكم فيه واقدر اغير فيه يتغير. انت لو بتغير هنا بيبعد هو الريفرنس بلان. اتكلمنا عن الريفرنس بلان قبل كده. لو انا علمت على الاليه وقلت له ده هيبقى نوعه سترونج ريفرنس. تمام، وهقول له انا عايز الويتس دوت يكون انستنس وبشرط. يعني انت ممكن تخليها طيب بس هيتغير في كل اللوح مره واحده. اقول له لود انت بروجكت واقول له اوكي نو. تمام، اوفر رايت. لو عملت سيلكت على الباب دوت هتلاقي اداني امكانيه ان انا اغير العرض اوتوماتيك من هنا. تمام، هتلاقي الرقم هنا حتى بدأ يتغير معايا. تمام، ده مش صح، بس دي طريقه احنا ساعات بنستخدمها في بعض الاليمنتس. يعني ممكن يكون عندك مثلا سفره، ممكن يكون عندك كنبه، سرير، عايز تغير سريعا فبتخلي الريفرنس لاين بتاعه او الريفرنس بلان يكون سترونج. تمام، هقول له اعمل تراجع. تمام، بحيث لما نعمل سيلكت ما يظهرش عندي ان انا اقدر اتحكم فيه من اليمين والشمال. طيب خلينا نطلع للدور اللي فوق اللي هو الدور الارضي. هنبدأ نحط الابواب. الابواب ما عنديش مشكلة فيها. تمام، عايزين بس نحط باب سنجل، نكتب ان هو خاطب او مش متجوز يعني سنجل. تمام، طبعا عندي مقاسين، هدوس مسطرة عشان يقلب لك السلم. طيب خلينا نشوف المقاس دوت. طيب انا عايزه يكتب لي عايزه يكتب لي اسم الباب هنا. اعملها ازاي ديت؟ يبقى انا وانا بعمل الباب ادوس على تاج اون بليسمنت. تمام، الباب دوت مثلا اهو بالشكل دوت. طيب الابواب الصغيره اللي هي ديت اجي هنا وتقول له كويس جدا ان انت قبل ما تبدا شغل تكون مجهز الفاميلي بتاعتك ومحملها. يعني ممكن يقول لك احنا معانا مشروع مثلا مستشفى، فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت تستخدمها في المستشفى ومجهزها ومحملها في التمبليت. يعني انت لسه ما جاتش اللوحه خالص او لسه ما بداتش بس بتكون مجهز الحاجات دي. طيب ممكن مثلا تكون عايز تغير اسم التايب دوت، هتقول له دي تدوس مره وتبدا تغير الرقم اللي انت عايزه. او تعال نشوف اللي هو بياخد الرقم ده منين. بتدوس هنا ايديت فاميلي، تعلم عليه وتقول له ليبل اديت، هتلاقي بيقرا من حاجه اسمها تايب مارك. طيب هقفل وهاجي هنا على الباب. لو دخلت هنا اديت تايب هتلاقي في حاجه هنا اسمها تايب مارك. تمام، لو غيرت الرقم ده دوت اوكي هيتغير في الاسم الموجود بره. طيب ده هنا دي 02 وده دي 02، يبقى تيجي تعمل سيلكت وتقول له كريت سيميلر. طيب دلوقتي بقى هناخد الباب دوت ونقول له كريت سيميلر. هنا ده المفروض الباب ال دي 03.
طيب الباب ده اللي هو منزلق، اعتقد ان انا شفته من شوية. هقول له مصدر عشان يتقلب. ده باب صغير. هعمل سيلكت على اللي هنا واقول له رايت كليك واقول له كريت سيميلر. ده هغير الماس بتاعه. ده دي 5. هقول له دي ار الباب دوت. سوينج في باب هنا تاني. سوينج ايوه اهي. الباب دوت بتاع الحمام. في باب اهوت دي ار. خلينا نختار الباب دوت اهو كريت سيميلر. ده باب سوينج اهوت. عشان ارسم الشبابيك ديت لازم اكون موجود على الواجهة عشان اعرف الارتفاع بتاعها كام. طيب خلينا نروح كده للواجهة الشرقية. هنلاقي ان الاوتوكاد موجود ورا الشغل بتاعي. طيب انا ممكن اروح كده للثري دي اهوت، هلاقي فعلا ان الاوتوكاد ورا الشغل. ممكن تعمل بس سيلكت على الاوتوكاد. لو الاوتوكاد مش ظاهر هتدوس في في وتخش على امبورت كاتيجوري وتتاكد ان هو ظاهر معاك. طيب انا دلوقتي بقى ممكن اجي هنا اعمل سيلكت على لوحه الاوتوكاد اهي واقول له من التوب، اقول له انا عايز اعمل لها موف من هنا لهنا. طيب لو راح بقى مصوب بالدور الارضي هتلاقي لوحة الأوتوكاد موجودة اهيت. طيب لو عملت سيلكت على دوت هتلاقي الخط ده، الخط ده ممكن تنقله تخليه مثلا هنا. تعال نخش بقى على الواجهة الشرقية، هتلاقي الأوتوكاد اهو ظاهر معايا تمام، وأماكن وضع النوافذ موجودة. طبعا عشان أقدر أسيطر ده الحتة الخارجية، خلينا نشوف السري دي عشان نفهم أقصد إيه. هو اكيد الشباك مش هيبقى على الحيطه دي تمام، فعشان كده هناك هعمل له هايد، هايد مؤقت يعني، هايد مؤقت اهو هايد element. طيب وابدا احط بقى الشبابيك بتاعتي في نفس المكان. هقول له ويندو اهوت وابدا احطها في نفس المكان بتاع الاوتوكاد.
ونفس فكرة الفاميلي بتاعت الدور، لو في أي مقاسات مختلفة أقدر أدخل إيديت تايب وأعدل المقاسات زي ما أنا عايز. نصيحة، وأنت بتطبق حاول تطبق في أي مشروع عندك في الشركة، تكون أنت حافظه صم وتقدر تشتغل عليه بدون ما تفكر يعني. تمام. طيب الفاميلي التانية اهيت. دي لوفر. ده نفس المقاس. طبعا هنعمل الكلام ده في كل الواجهات. تمام. يعني هنيجي برضو في الواجهة الجنوبية هنا. تمام. وهبدأ اقول له، انا عايز اعمل انسيرت لملف الاوتوكاد الواجهة الجنوبية، واقول له اوبن. ممكن تشيل الكرنت فيو اونلي ديت، تمام، عشان تظهر معايا في 3D لو حبيت ان انا اعدل حاجة. طيب هنا بقى هبدأ اعدل، اعمل لها موف عشان تبقى مطابقة مع الشغل. ده 1560، هاخد الرقم دوت معمول له بن، ام بن 1560. والجريد مظبوط. طيب هتبدأ بقى تحط الشغل بتاعك. طيب خلينا نقول فلتر، ظهر عندي الدور والفلور والجريد والاستراكشر. طيب في في اشوف الوول مش ظهر، مش فاكر احنا كنا خفيناه ليه. تمام. ظهرتها اهوت، وهبدأ احط الشبابيك النوافذ، والجزء ده هنبقى نعمله بعدين. تمام. ده جينيريك موديل سهل ان هو يتعمل، بس خليها في فيديو تاني. ويندو تقدر تشوف بقى انهي شباك اللي هيكون مناسب ليها. لو مفيش ولا شباك هنحمله عادي. اعتقد ده بس محتاج يظبط المقاس بتاعه. في شباك هنا بس مخفي بسبب ديت، في شباك هنا
فهقول له انا عايز الشباك بس عايز مقاس يكون صغير. طبعا انت ممكن تقيس، ليك ان انت تعمل دايمنشن وتقيس قبل ما تبدأ ترسم. طيب في باب هنا احنا نسيناه، نبدأ نشوف الباب دوت. هو باين من شقة من صورته. طيب الباب ده في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، حط الباب دلوقتي وبعد كده هنبدأ نقيس. دي هاجي اقول له موف من هنا واشيل عن الكونسترين واروح جايبه لحد هنا. ممكن تقول له اس اي سناب اند، هجيبها لك بالشكل دوت وتبدأ تشوف لو عايز يترحل شوية اهو. طيب الباب ده كده في حاجة غلط. طيب خلينا نشوف 3 دي عشان نفهم. واحنا كنا بنحطه كنا في الجراوند، بس هو اصلا الباب ده مش في الجراوند. طيب الحتة دي بدايتها من الدور الكام؟ ده من الرصيف، يبقى انا لازم اعمل سيلكت على دوت واقول له حط لي الباب ده على مستوى الرصيف. تمام، مع الشغل بتلاقي في حاجات بدأت تظهر اوضح. تمام طيب، وهكذا بقية الواجهات لو في اي حاجة اتحط فيها. انا دلوقتي في حاجة جديدة بالنسبة لنا هنحاول ان احنا نعملها. خلينا نخش كده في الواجهة الجنوبية، بنلاقي في هنا باب معمول كرتن وول، ده اللي احنا هنبدأ نشتغل عليه دلوقتي. طيب ممكن اعمل سيلكت على الحيطة ديت، ممكن تقول له ايديت بروفايل وتطرح منه وترسم كرتن وول مخصوص ليه. يعني تقدر تعمل ايديت بروفايل وتعمل اوبننج والاوبننج ترسم فيها الكرتن وول. طيب خلينا نعلم على الحيطة ديت ونخش في الدور الارضي ونشوف طريقة تانية برضو ان احنا نعملها. طيب احنا عندنا الحتة دي هي دي اللي فيها الواجهة الازاز. هاجي هنا اقول له اركتكتشر واقول له انا عايز ارسم وول، واقول له الوول دي هيبقى نوعها كيرتن وول. تمام، وايه طيب انا هعمل منها دوبليكيت وهتقول له مثلا دي مثلا رقم 4 مثلا. تمام، نمبر او كيرتن وول سي دبليو 4. تمام، لان ساعات بنحتاج ان احنا نخصص كل واحد فيهم. طيب دلوقتي بقى هرسم الكيرتن وول بالنسبه لي من هنا لهنا. تمام، هو عمل طرح في قلب الحيطه. طيب ممكن تقول له انا عايز اعمل جوين من الحيطه نفسها مع الكيرتن وول لو هي ما عملتش. طيب خلينا نشوفها في الواجهه عشان نعدل فيها اكتر. انا رسمت بس مجرد شكل كده ولسه ما شفناش هترسم ازاي. هعمل سيلكت على الكيرتن وول بتاعي اهو وابدا ارفعه من هنا لهنا، وهبدا اعمل موف من هنا لهنا. طيب هو المفروض ان في خطوط، فانا هقول له انا عايز الفيرتيكال جريد 1، انا عايز الغيها اصلا. تمام اهو، ممكن تدخل هنا من اديت وتقول له انا عايزهم نان. اوكي ديليت، لغيتهم وابدا اعملهم انا بقى بنفسي. فهقول له هنا انا عايز ارسم انا الكيرتن جريد اهو من هنا وهنا. هنا بيقول لي اول سيجمنت، بقول له اول سيجمنت من اولها لاخرها وبالشكل دوت، بحيث ان انا ممكن اجي كده في النص واختار الباب واغير النوع بتاعه لكيرتن وول، فرسم لي الباب. الباب هنا بيتحط مجرد ان انت تعمل سيلكت وتبدا تختار الباب. لو مش موجود عندك هتقول له انا عايز احمل في المشروع، يعني اهو تعمل سيلكت مثلا على الجزء دوت. تمام، مش هتلاقي دوت، فهتروح هنا لانسرت وتقول له انا عايز لود فاميلي، ولما تخش في الدور دور على الباب اللي ينفع ليه الكيرتن اهو. عندي دوت وعندي ده وعندي ده، كل دول بيجوا مع الري. وفي عندي هنا الاوبننج، لو انت عايز تعمل فتحه في الباب او عايز تعمل باب من غير ما تركب باب، يعني مجرد بس ايه فتحه تعدي من منطقه لمنطقه. طيب دي عملناها، ونفس الكلام ممكن نعمله هنا بالظبط. تمام طيب خلينا نشوفها في 3 دي. دي بس لوحديها كده تعمل عليها سيلكت وتقول له وريها في 3 دي. طيب دلوقتي انا عايز اضيف ميلين اهو،
ابدا اضيفه بالشكل دوت. بالشكل دوت ممكن اجي عند القطعه ديت واقول له اعمل لها ديليت، على اساس ان الباب يبدا من الارضيه بالظبط. لو احنا رحنا للواجهه الجنوبيه هنلاقي في اوبننج هنا، تمام. طيب خلينا في الاوبننج ديت، هاجي هنا من الاركتكتشر واقول له انا عايز اعمل موديل ان بليس، اختارها ويندو، اوكي ويندوز 1. وبعد كده هاجي هنا هقول له سيت واقول له بيك ابلان، وراح مختار البلان دوت. وبعد كده هقول له اكستروشن، تمام، واقول له ده خليها واحد. وبعد كده هقول له عن 10 سنتي اعمل لي دول بيك قبلين. الجزء دوت هيبقى طبعا هو اللي في الشغل، والمثلثات دي هتطرح منها، فاقول له اوكي واقول له وريها لي في 3D. ظهر معايا بالشكل دوت. لو حابب ان انت تصغرها فعلى الريح واسع. طيب خش اديت ان بليس، واديت ان بليس مش هو اللي هينفع معانا في الحل دوت، بس احنا بناخد افكار على قد ما نقدر. هخش على كرييت واقول له فويد فورم، فويد فورم، وهقول له انا عايز ابدا اعمل فويد، فبيقول لي اعمل ست للحاجه بيك ابلان، اخترنا دوت. وبعد كده هقول له انا عايز يبقى فيه القطع مثلا او الاوبننج هتبقى في الجزئيه ديت، تمام، واقول له فينيش. وتعالى اشوفها في ال 3D، هقول له ده خليه مثلا 4، هيطلع معايا بالشكل دوت. خلي دي تطلع سنة كمان. طيب عايز اطرح بقى ده من ده، فهقول له قط، وبعد كده اطرح ده من ده، فيعمل لي الاوبننج بالشكل دوت. طيب مشكلة الموديل ان بليس ان انت صعب ان انت تتحرك بيه من مكان لمكان، يعني ان انت تاخده كوبي، ان انت تستفاد منه بحاجة تانية. للأسف في صعوبة ان انا اخده كوبي او ان انا اعمل له كويري سيميلر، بيبقى فيه شوية مشاكل يعني، فما فيش مشكلة، فرصة ان احنا نشوف ازاي نعمل فاميلي. طيب انا دلوقتي هاجي اعمل فاميلي، هاجي هنا اقول له فايل واقول له نيو واقول له نيو فاميلي. ممكن تختارها اي حاجة انت عايزها، انا عن شخصيا هختار فاميلي تمبليت بتاعي عبارة عن الويندوز، هقول له انا عايز ويندوز، نافذها اهي، تمام، واقول له اوبن. ممكن تقيس الابعاد وكل حاجه زي ما انت عايز من هنا، او ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل انسرت لامبورت كاد وهنلغيه، لازم تلغي الحاجه بعد ما تخلصها. دي الواجهه الجنوبيه اهو، ممكن تقول له كرنت فيو اونلي لو انت حابب. ده الفاميلي اللي انا عايزها، ممكن تقول له بقى ايه، تقدر بس اوفست تخليها قبل كده او بعد كده زي ما انت عايز، يعني تقدر تتحكم فيها. طيب هاجي هنا واقول له امبن واقول له موف، واقول له مثلا انا عايز دي من هنا لهنا بالشكل ده. طيب انا عايز اخلي دي كام في كام، دي اي من هنا لهنا 600 ومن هنا لهنا 600. طيب يبقى هاجي هنا على الاوبننج ديت واقول له انا عايز الحدود بتاعتي تبقى 600 ودي كمان تبقى 600، اوكي. طيب احرك دي بقى كده موف من هنا لهنا. طيب بعد كده هبدا اقول له بقى انا عايز اعمل اكستروشن، واقول له شو، ايوه مظبوط، واقول له انا عايز اعمل ديت اهي. وبعد كده الاوبننج بتاعتي بالشكل دوت، واقول له موافق، واشوفها في 3D. طبعا دوت خلاص مش محتاجينه، طيب هقول له بقى لود انت بروجكت اند كلوز، ونحمله في المشروع بتاعنا. بيقول عايز سيف كفاميلي، اقول له لا، هو راح على الواجهه الشرقيه، تمام، لا انا عايز اروح للواجهه الجنوبيه او اطلع في 3D. فين موجود اهو،
عملها لي بالشكل دوت. طيب ممكن تعال نشوفها كده في 3D، اعمل سيلكت عليها واقول له وريها لي في 3D. ممكن تتحكم في المسافة دي، تصغرها تكبرها زي ما انت عايز يعني. ممكن تقول له edit family وتقول له انا ديت عايزها مثلا من هنا لهنا، تمام، او تخليها تخش كده في وسط الحيطة حسب ما المشروع بتاعك محتاج. لما تخش في الايديت فاميلي زي ما هندخل واحدة واحدة مع بعض، هتلاقي ان هو بيديك تحكم في حاجات كتيرة جدا في المشروع. خلينا نروح دلوقتي للواجهة الجنوبية، عايزين نرسم الجزء دوت. الجزء ده ممكن نعمله جينيريك موديل. فاجي هنا من قائمة ستارت واقول له نيو، اقول له انا عايز اعمل فاميلي، اختار جينيريك موديل. ممكن تقول له فيس بيست او وول بيست زي ما انت عايز، تمام، خليها وول بيست وول اوبن. طيب هاجي هنا في الالفيشن دوت وهقول له انا عايز اعمل انسرت لامبورت كات للجنوبية اهوت، وابدا اعمل سيلكت على دوت واقول له موف، واختار من هنا الشكل دوت اهو. بيقول لي ان بس هي محتاجة يتعمل لها امبن الاول، امبن موف. اي رسالة بتيجي بنقراها بنفهم هي ايه، فاول ما تيجي تاني خلاص بنفهمين هو يقصد ايه. طيب هنا هنبدأ بقى نعمل الجزء دوت البروز دوت. هقول له كرييت واقول له اكستروشن، تمام. طيب انا مش شايف الحاجة، هاجي هنا اقول له واير فريم عشان ابدا اشوف. اقول له انا عايز اعمل اكستروشن واقول له الجزء دوت. واقول له تي ار طيب، وفي هنا نوافذ اهوت. طيب انا عايز اعرف البروز ده قد ايه، فهفتح اي لوحة اوتوكاد ما عدا الجنوبية والشرقية يعني، والجنوب والشمال. اخش بس في الجهة الشرقية وابدأ اشوف البروز هنا قد ايه لو ظهر عندي، تمام. الحتة دي هقول له ايه دي اي من هنا لهنا قد ايه، طلع 10 سنتي. طيب فاقول له انا عايز دوت يبقى 100 بشكل دوت. خلينا ننزل بدي شوية واعمل هنا اللاين دوت تي ار من هنا لهنا وهنا من هنا لهنا. طيب دلوقتي هقول له اوكي وخلينا نشوفها في واجهة من الواجهات مثلا بالشكل دوت. طيب هو هنا عشان من نص الحيطة، فانا هخلي دي من هنا لهنا ومن هنا لهنا بمقدار 175 تقريبا. طيب بعد كده هرجع تاني للشكل اللي انا كنت فيه. عايز بقى ارسم الجزء دوت، فهقول له كرييت واقول له انا عايز اعمل سويب، تمام. سويب ببدا اديله مسار وخليه يمشي على المسار دوت. خلينا نرسمها في 3D، مش عايز اوتوكاد. هقول له في في انوتيشن امبورت. طيب هبدا انا اقول له ايه، انا عايز ارسم السكتش باص او فيك باص، تمام. عايز تبدا تعمل ايه، تختار المكان اللي هيمشي فيه الشكل بتاعك بالشكل دوت، تمام. وبعد كده عايز ابدا ارسم الايديت بروفايل، ارسم البروفايل بتاعي. ممكن نيجي هنا واقول له ارسم لي البروفايل بالشكل دوت من هنا لهنا مثلا، تمام. ودي هتبقى ارك او بالشكل دوت. وبعد كده نرسم لاين واقول له اوكي، فيظهر معايا بالشكل دوت، تمام. نفس الفكره برضو في الجزء اللي تحت، يعني ممكن ناخد الجزء دوت وننزله تحت برضو. بس خلينا نعمله تاني كرييت واقول له سويب، وبعد كده هدخل في 3D، تمام. بس الجزء بقى اللي تحت واقول له بقى ايه انا عايز، اقول له شو، وبعد كده هقول له ست، وبعد كده هختار بيك ابلان واختار البلان اللي هو تحت دوت.
تمام. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل دوت، عايز اقول له بيك اباص اهوت، ده وده وده، ده الباص بتاعي، اقول له موافق. وبعد كده هقول له اديت بروفايل، وبعد كده اختار، اقول له بقى انا عايز ارسم مثلا من هنا لهنا، وارك من هنا لهنا، وبعد كده لاين، واقول له موافق وموافق تاني. وتعالى نشوف شكل الباب، شكل الشباك هيبقى عامل ازاي. فدلوقتي هقول له اتحمل في قلب المشروع لود انتو بروجكت، واقول له اوكي ونحمله في الواجهة الجنوبية اهوت. في غلطة احنا عملناها، ان احنا ملغناش الاوتوكاد، فخلينا نحطه دلوقتي اهوت تمام. ولازم نرجع للفاميلي، كويس ان احنا ملغناهاش تمام. وابدأ اشوف فين لوحة الاوتوكاد اهيت، اقول له الغي الاوتوكاد واقول له انتو بروجكت وحملها تاني. هروح لكومبوننت بليس ا كومبوننت، وابدا احمل الفام اللي انا عايزها اهيت، هتحمل معايا بالشكل دوت. هدخل بقى في الواجهه الجنوبيه واتاكد انها اتحطت في مكانها مظبوط. تقدر تاخدها كوبي وتحطها في بقيه الاماكن بتاعتها بدون امشي خالص.